بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فبخينا في نداخ متن أوفنين فنف سورة النبأ. أن زوخام إن شاء الله أكخون دور مدى أوفنين بإذن الله. زوص في خفانت ساين خاخون إيف ليزا أن في ستوبن باي ببعض بلانراك بنت إن شاء الله. بسم الله. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم. اوكي مخير ستوب مخير اف ستوب يزاي عم يتساءلون اي خين دور وصل يا اوكي ماري هاب دون يتساءلون ابي تلانخ معك واو لون اوكي نكات في فرمود هذا شيء زاو ستوب يا ايك اوك مرتن دوخت كانت زخو دور خان اوكي يا خير ان شاء الله بس اخ مار لس مينت تشويس اوكي ابدي منير خير ان شاء الله ليس منو خكير عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا نخكر دايز آية لنخرج لنخري لا لنخرج لنخرج به حبا ونباتا بدأت يا إيرس بدأت يا دات داك 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 لو أسئلة نت يا دي السئلة هابي نتخدان يا أن نخ إتس the جيم هير أن بفضل بي ثجاجة هابي أندرس أيت غسبروك دان بي سراجا سراجا وهاجا تخ يا فاروم وات إس دي أست أيت سبراك دي إيرست فان سراجا وهاجا أوف بي ثجاجة ذاك أتبرك أبي أدنك يا بيتر خدان كدنك مد هارد باي ثجاجة يا بريسيس فهب إن نورث أفريقيا زين خنيخت أم جا تزخة مار جا إس أونز سبريكتال مار إتس جا دي ياست جيم إس مت كلاينة يا أك ويني هوي دات زخت إن كلاينة جا إن إت بخين سنابيا Dat is die, maar wij, de mensen van Noord-Afrika, zijn wel meer geneigd om ja te zeggen. En dat is dus bijvoorbeeld siraja, maar het is sirajan, siraja, sirajan wa haja. Ja, oké. Waja'alna sirajan wa haja. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجناتنا الفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا قلقلة في الباء إتشمير وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم يبي خود خدان أنا يبت أوفر دايدلك انسكت انستيلت خدمات توخ أوف نيت كلوبت Ja, dus dat is overduidelijk, die stilte. Alsof je daar echt gestopt bent. Maar dat is niet zo. Je moet wel goed wat je hebt gedaan. Ik snap wat je bedoelt, dat je de te, de sukoon van de te goed uitspreekt. Maar zorg ervoor dat er geen sek tussen zit. Oké.
وسيرت الجبال فكانت سرابا. Ja, goed. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Mag ik je even stoppen? Terug naar jaza'an wifaqa. Jaza'an wifaqa. Kun je dat nog een keer lezen en dan stoppen op het eerste woord? Jaza'a. Nog een keer? Je stem viel weg. Jaza'a. Heel goed, ja, heel goed. Waarom heb je dat gedaan? Ik zou denken omdat hij eigenlijk fathatein heeft. Heel goed, ja. En de hamza met fathatein, fil waqf, zeg maar die tenween, die fathatein, die zorgt voor een alif. Ja. Ja, dat noem je, wat was het nou? Meddul iwad heet dat, al-iwad. En met doel iwad is zeg maar, in plaats van het tenween, stop je op met een elf erbij. Jaza'a. Ja? Terwijl als er un of in was, dan niet. Dan is het gewoon hamza sakina. Dus dat heb je goed gedaan. Barakallahu fik. Ga maar door. Vanaf... inna lil muttaqina mafaza. Inna lil muttaqina mafaza. Hada'iqa wa a'naba. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا دي اللغوة that is what is حكم اللام here الإظهار. Ja, en zeg maar, wat is de eigenschap van de lam hier? Yani, taglir of niet? Ja. Nee, niet la, maar... Ja, dus het is gewoon la, lagwen. Ja, gewoon la. Ja, dus probeer dat goed uit te spreken, nog een keer. La yasma'una fiha lagwa wa la kithaba. جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Barakallahu fik, mashallah. Nou, heb je al heel goed gedaan. Bijvoorbeeld het woordje ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ. Begin is na het woordje شَاءَ. Dus begin met het woord daarna. اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا. Ja, wat heb je nu gedaan? Hoe heb je het uitgesproken, het begin? Met de hamza en fetha. Oké, okay, ja, dus als je dat is, wat voor hamza is dat? Hamzatul wasl. Hamzatul wasl. Heel goed. Hamzatul wasl spreek je dus niet uit in de wasl, maar wel in de waqf heb je gedaan. Ja. Alleen hoe spreek je hem uit? Met de fetha of damma of kasra?
Nou, je kijkt naar... Kijk naar... De tweede letter na... Derde. Ja, dus derde letter van het woord. Dus twee letters na al-hamza. Als dat een damme heeft, dan wordt dat ook een damme. Ja. Die hamza. Maar als die geen damme heeft, dan is het een kasra. Dus ittakhadha. Oh. Een kasra. Ja. Ittakhadha. Okay. Ik dacht omdat die een fetha heeft, doe je hem ook... Nee, die fetha is gedaan... eigenlijk vanwege zodat je als je in wasser zegt sha'attakhadha, je zegt niet sha'aittakhadha, dat doe je niet, snap je? Okay. Dus sha'attakhadha, het is faman sha'attakhadha ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Ja, oké. Voor de rest ziet er goed uit, alhamdulillah. Je hebt goed gelezen, ook die kleine opmerkingen hebben we al behandeld. Ja, inshallah. De volgende keer, bi'idhnillah, gaan we gewoon door bij Surat al-Nazi'at. Inshallah. Barakallahu fik. Subhanakallahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alameen.